مشاهدي الكرام متابعين جريدة نشر الآن، اليوم خرجنا لشارع مدينة العيون باش نتكلم على واحد الموضوع. هذا الموضوع بأن الناس في المدن كما كنقولوا الداخل عنده واحد فكرة غلطة بأن الناس في الصحراء هنا كل شيء عندها رخيص وفرص الشغل موجودة. وبقوا معنا باش نقربكم أكثر الآراء الساكنة في مدينة العيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ الاسم سالم زريقين، فاعل مدني بمدينة العيون. سالم زريقين، عندنا واحد الموضوع اليوم، يعني الناس في المدن كما كنقولوا الداخل عندهم واحد الفكره بان الناس هنا في الصحراء عندهم كل شيء فابور، الدقيق فابور، الزيت فابور، المعيشه فابور. شنو تقول لهم على هذه النقطه بالضبط؟ الناس اللي كنقولوا احنا انهم عندهم واحد يعني مغالطه، شنو تقول لهم؟ المهم كنشكرك على هذا اللقاء. هو هذا الموضوع يعني احنا كفاعلين مدنيين في مدينه العيون بحكم تنقلاتنا في المخيمات الصيفية وتنقلاتنا للمدن الداخل الشمال، كان أرجو هذا الموضوع دائما كيتور. انتم هاد الصحراء عايشين بخير وعلى خير، عندكم كل شيء في غير. أنا كنكذبهم، كنقول لهم داك الشيء اللي كتعيشوا انتم لهيه في المدن ديالكم في الشمال كذا، احنا كنعيشوا هون في الصحراء، كل شيء بحال بحال. الثمن اللي كاين في الشمال هيه كاين هون في العيون، ما كاين شي تفضيل، ما كاين شي حاجة. حتى قضية الضرائب، الضرائب اللي كاينة لهي كاينة هون، يعني نفس الأمور نفس احنا عايشين تبارك الله هون في العيون، يعني نفس العيشة ديالنا اللي كتمشي لكازا، كتمشي الرباط، كتمشي كذا، غير على أنه هو الميزة اللي كيتميز عليها الصحراء على أنها هي يلاه مدن، يلاه هنا كتقدم، ما بحال الشمال اللي فيها الصناعه، فيها الشركات، فيها المصانع. حنا هون عندنا الاكراه هو ديال عنه، ما عندنا مصانع، ما عندنا شركات، ما عندنا، يعني الاقتصاد هنا اقل من الاقتصاد اللي كاين في الشمال، هذا هو اللي كاين. يعني هذا الموضوع راه مغلوط، لان كنقول لهم نفس العيشه اللي كتعيشوا لها في الشمال كنعيشوا احنا في الصحراء هون، يعني ما كاين شي حاجه فابور، هذا هو اللي كاين. شكرا لك. مرحبا، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ سالك لاشقر. سالك لاشقر، بغي نسولوك، يعني كاين الناس كما كنقولوا الناس المدن الداخل عندهم واحد الفكرة، هل الفكرة شنو هي؟ بأن الناس هنا في الصحراء في الأقاليم الجنوبية عايشة فابور، السكر فابور، الزيت فابور، يعني الأثمنة كما كنقولوا المواد رخيصة، شنو تقول لهم أنت على هذه الفكرة؟ الفكرة عندهم غلطة. أول ما يعني في المغرب هما هي الأقاليم الجنوبية بحكم البعد، وكانت صراحة ما نكذبوش، حنا كان في واحد الوقت كانت الأمور هنا رخيصة في العيون، مي دابا تقريبا ولا بحال بحال، بالعكس هما اللي فايتين بحكم ما عندهمش نسبة البطالة، عندهم مناصب الشغل كثيرة عندهم في الداخل، العكس ديال الجنوب اللي القدرة الشرائية اللي ناقصة هنايا، وزيدها عن الأثمنة ولا الطالعة، هما كاين شي أمور بالعكس، هما عندهم كاع شي أمور اللي رخيصة اللي قريب لهم، مثلا الملابس عندهم مرخص، مثلا شي امور بزاف عندهم رخيصه. حنا اللي كنا تنقولوا هنا فرحانين بالكراء رخيصه عندنا، هذاك داكشي تلحق ولا بحال بحال، كراء هنايا في العيون بحال وبحال الداخل، مواد غذائيه بحال بحال في الداخل، كاين كاع شي امور عندنا هنا اغلى منهم هما اللي لهي، عاده زيد عن القدره الشرائيه في المناطق الجنوبيه راه واكل الدق وكل العصا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم على هذا الموضوع هذا اللي جبتوه في الحلقه هذه. الاكثر ديال الناس يقولوا بلي الناس ديال الصحراء عايشين واحد العيشه ديال الرفاهيه، بالعكس بحال هنا بحال الداخل، الاكثر كاع شي مواد في الداخل تنجبرهم رخاص على هنا ديال مدينه العيون، خصوصا في الداخل كاينين كاع معامل، كاينين مدن قرب بعضياتهم، وبحال المواد الاساسيه تكون رخيصه على هنا. هنا راه خاصك الا باغي تجيب سميتو ترونسبور غالي، وسميتو يزيدوا عليك داكشي ديال المصاريف ديال الترونسبور، وبحال هنا بحال الداخل ما كاينش شي فرق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم كريم؟ اسمي الاسم مصطفى. مصطفى، بغينا نسولوك كاين واحد الموضوع، يعني الناس في المدن كما كنقولوا المدن الداخل عندهم واحد الفكره غلطه بان الناس في الصحراء يعني عايشه فابور، كل شيء فابور، المواد الغذائيه فابور، يعني كيجلسوا كيتخلصوا، شنو تقول لهم على الفكره اللي عندهم غلطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا الصفحه ديالكم على الاستضافه ديالنا اليوم، ونتمنوا لها التوفيق ان شاء الله. بالنسبه لهذه الظاهره راه تقريبا 99% ديال الناس ديال المغاربه كيظنوا، خصوصا الناس ديال الشمال والوسط ديال المغرب. إلا كان القضية فعلا كانت في البداية كانت شوية واحد الامتيازات في الأول، دابا راه ما كاين الامتيازات لا والو، راه ربما كيكون الشمال والوسط ديال المغرب أحسن من الجنوب،
في ياسر ديال المسائل، حتى في الكاليتي ديال المواد اللي كتجي للجنوب ماشي هي المواد اللي كاينه في الشمال. وبالنسبه للاثمنه وداك الشيء راه تقريبا بحال الا ما كان كاع اكثر في كل شيء، ما عدا شي سنتيمات شويه في المازوت تقريبا صافي، وداك الشيء كل شيء بحال. والاخوان كامل في الشمال هذا اللي كندخل بعض المرات الفيسبوك كنشوف هذه القضيه، لا انتم الناس ديال الصحراء راكم عايشين، ولا الناس اللي ساكنين في الصحراء لا سواء كان داخليين او صحراويين، هذه القضيه راه غالطين فيها بزاف بزاف. وبنادم الا بغى يتاكد من الكلام اللي كنقول يزيد يشوف، يدور يشوف ويعرف اش يعرف واش هذا الشيء كنقول حقيقه ولا ماشي حقيقه. شكرا لك. مرحبا خويا.